أهلا بكم مشاهدينا متابعينا إلى هذه الحلقة، وبعد الفاصل نكمل حديثنا. فوصلنا إلى مرحلة تركيب خشبة مؤخرة السفينة، ميل تفر يسمونه، ويكرر الجراليف الطريقة ذاتها التي استخدمت حين ربط الميل الأمامي عند إعداد ميل تفر، وبذا يكون الإطار الخارجي للسفينة قد اكتمل. ثم يثبت الجراليف بعد ذلك طواري على جانبي البيص لكي تثبت أو تثبت بهما الألواح المؤقتة، ثم تزال بعد ذلك. وأيضا من المراحل تركيب لوح المالج أو المالك، والمالج أو المالك هو أول لوح من الألواح البانية لجسم السفينة الخارجي، ومن أهم الألواح جميعها، فهو يدخل بطرفيه في الميل الأمامي والخلفي، كما يدخل طرفه السفلي في الحفرة التي في طرف البيص وعلى امتداده. ولوح المالج يجب أن يبنى بعناية نظرا لأنه يحدد بعض الصفات الملاحية المهمة بالنسبة للسفينة، فكلما كان المالج مائلا إلى الخارج عند منتصف أو عند منتصف السفينة بزاوية أكبر يسمى طايح، كان جسم السفينة في آخر الأمر أقل ارتفاعا عن القاعدة، وبذا يسهل عليها الطفو على سطح الماء عند أقرب مد. بيص وش كبره هاي سيرة، يلسون بردين ويتمون يترشونه ويحفرون للوح من الصدر للتفر، تاللوح يرقد في البيص. هاي المالج اللي نسميه المالج، والأميال التي بعد في البيص، والشلاميل غير، والوادرة غير، والشافتو غير. هذه اللي يجي التشاوي فيها البيص وليه الشلمال، هاي يسمونها عطفة. العطفة العطفة قطعة واحدة بس إلى يد فوق شوي يكون من ردة على حملة المحمل. هذه يجي فيه التشاوي اللي يجي من البيص يدخل في هذه العطفة، هاي يسمونها عطفة. هذه مو بشلمال، بين العطفة شلمال منه شلمال منه. وهناك في التفر له يسمونه مغازي، هو حطب مال حطب يسمونه مغازي. اي مرة روسه عند الاخر، ها النمونه في الرقعة، لوح الرقعة يجي فيه وروح لوح اليسد المحمل يجي فيه يمسكها. ها النمونه ولدي، والميل يدش من داخل بعد، من داخل الرقعة تنبرع تساند يعني على الميل. إذن هذه هي المراحل التي تمر بها السفينة في مراحل بنائها، فذكرنا أولها نقول معا لنتذكر الطريقة، بأن أول ما يركب في السفينة أو أول ما يوضع هو ميل الصدر، ثم بعد ذلك يركب ميل التفر، ثم بعد ذلك يركب لوح المالج، وبعدها ننطلق لكي نضع لوح الجافتو. ثم تركيب أو المرحلة التالية هي تركيب لوح الخد والألواح الأخرى. بعد يقول الكاتب: بعد تركيب لوحي المالج على جانبي أو على كل جانب من جانبي القاعدة، يعد الجراليف لوحا آخر يسمى لوح الخد، يثبت فوق لوح المالج ويلامسه ملامسة تامة. وبعدها يتم تركيب العقرب بعد الانتهاء من تثبيت 7 ألواح على جانبي أو على كل جانب من جانبي القاعدة، يعد الجراليف قطعة من الخشب على شكل زاوية منفرجة تثبت من الداخل في موضع اتصال البيص بالميل، حيث تقوي من اتصالهما
سواء عند مقدمة السفينة أو عند آخرها، وتسمى عقربة، أي أن هناك عقربا للميل، لميل الصدر، وآخر لميل التفر. نشاهد هنا بأن الأساس قد تم وضعه، أي أن ميل الصدر قد وضع، ثم وضع بعد ذلك ميل التفر، ووضع بعدهما المالت، وبعد المالت الجافتوه، وبعدهما لوح الخد. ولا بد من تثبيت لوحي الميل بتركيب العقرب الذي يؤكد ثباتهما أكثر وأكثر. توضع الألواح البانية لجسم السفينة والتي يتم تركيبها بعد الميل الأمامي في السفينة، والميل الخلفي يوضع اللوح الرئيسي بحيث يدخل بطرفيه في الميل الأمامي والخلفي، ويدخل طرفه السفلي في قاعدة السفينة. وهذا اللوح يجب أن يبنى بعناية، لأنه هو الذي يحدد الصفات الملاحية الخاصة بالسفينة. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تركيب لوح خشبي، والذي يجب أن يكون قوياً وسميكاً ليوضع في بطن السفينة، بحيث يكون فوق قاعدة السفينة ويغطيها بالكامل. وتأتي أهميته هنا لأنه يثبت الألواح البانية لجسم السفينة، فالمسألة هنا مسألة دقة وتأكيد، وبعدها يتم تركيب ألواح تلامس اللوح الرئيسي الباني للسفينة ملامسة تامة، وهذه المراحل تحتاج لمهارة وإتقان. وهناك مرحلة أخرى تسمى تركيب الفرمات وأضلاع السفينة الداخلية. يقول: الفرمة هي نموذج من الخشب يصنعه الأستاذ، بحيث يحدد شكل منتصف السفينة الحملة، ومن حيث اتساعها وعمقها، ويستخدم كالمسطرة التي تسوي أضلاع الشلامين الداخلة في بناء السفينة على أساسها. وكل أستاذ له فرمته، كما أن لكل نوع وحجم من السفن فرمة خاصة. وحين تستخدم الفرمة في بناء الأضلاع، فإن الألواح البانية لجسم السفينة تربط بهذه الأضلاع بإحكام. يأتي الأستاذ بالفرمة الخاصة به، أي النموذج، ويضعها بصورة عمودية على ألواح سبع عند الثلاث الأمامية للقاعدة في الثلث الأول من السفينة، وهي ما تعرف بفرمة الدقل، أو المكان الذي يقف فيه الصار الكبير. وترفع الفرمة ويؤتى بخشبة معينة ضلع شجرة، وتوضع الفرمة فوقها، ثم يعلم الأستاذ عليها كي تقطع على شكل معين. نعم، سألتني عن النموذج الخاص لكل أستاذ. نعم، هناك نموذج خاص بكل أستاذ يتميز به ويعرف من خلاله شكل منتصف السفينة من حيث المساحة اتساعا وعمقا، وكما أن لكل أستاذ نموذجه الخاص، كذلك لكل سفينة نموذجها الخاص، وذلك لاختلاف مساحة وعمق كل سفينة واختلاف العرض المراد استخدامها فيه. فالأستاذ الماهر هو الذي يعرف القياس ويتابع عماله، وكذلك ينتقي النموذج المناسب لكل سفينة. فهي مرحلة من التأمل والعمل الجاد والدقيق، الذي من خلاله يثبت جدارته وأهليته لحمل اسم أستاذ، وكذلك حتى يقصده ملاك السفن من كل مكان للاتفاق معه على سفينة أخرى. وصلنا إلى الختام مع قراءتنا لدقة وإتقان الجراليف في بناء السفينة. مشاهدينا متابعينا، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. دمتم بخير، وإلى اللقاء.
يا قديم الغوص في بحر الهوى وش لقيت بغبة البحر الغزير علم اللي جس شطا واهتوى ما بعد جرب طويلة والقصير قالوا انه من جميع عمرا حواه فيه سر فيه شر فيه خير